عضلة الهيب فلكسر عضلة مش كل الناس بيعرفوا انها موجودة سيمبلي لانها موجودة داخلية لجوا ما بنقدر نحسها ولا بنقدر نشوفها. اذا حابين تعرفوا كيف نعملها ستريتشنج شو المشاكل اللي بتعملها كملوا الفيديو. هلا عشان نعرف مين هم الهيب فلكسر وكيف بيشتغلوا خلينا نتفرج عليهم على الاناتومي مع عبسي هون. هلا من اسمهم هيب فلكسرز معناتهم بدهم يعملوا فليكشن للهيب. خلينا نشوف مين هم العضلات اللي بيعملوا هيب فليكشن. هلا في عنا اكثر من عضله بتعمل هيب فليكشن، وحده اللي هي جزء من الكوادريسبس الريكتس فيموريس، ما رح نحكي عنها بهذا الفيديو. اذا حابين تعرفوا عنها اكثر تشوفوا الفيديو تبع الكوادريسبس ستريتش. في السارتوريوس كمان بتساعد بالهيب فليكشن، برضه ما رح نحكي عنها بهذا الفيديو. بس اهم هيب فليكسرز رح نحكي عنهم اللي هي عضلتين مجموعين ببعض بنقدر نسميهم يا إليوسوس او سوس ميجر وإلياكس. عشان نعرف هدول العضلات وين موجودين خلينا نستعين بعبسي. هلا هم بيسكلي موجودين من هاي المنطقة للهيب، بتخطوا الهيب عشان يقدروا يعملوا هيب فليكشن. هلا خلينا نبلش بالسوس ميجر. سوس ميجر الاوريجين تاعها على الترنك بالعمود الفقري، بتبلش من اللمبر سباين الفقرة الأولى ال1، بتكمل ال2 3 4 و5، من كل هدول بتطلع عشان تمرق بالهيب بتوصل على عظمه الليسر تروكنتير اللي موجوده على الفيمر. اما الالياكس، الالياكس عضله من اسمها الياكس معناتها رح تكون موجوده عند الالياك كريست، هون على الالياك كريست هذا اللي موجود بالحوض وبتمشي بنفس المحل بترجع بتيجي على الليسر تروكنتير بالفيمر. فوظيفتهم انهم يعملوا هيب فليكشن، معلش هذا الهيكل العظمي معاه ديسلوكيشن بكل الجوينتس. فعشان انا اخلي الناس يقدروا يعرفوا شو هم الهيب فليكشن، الهيب فليكسرز لانهم مش عضله محسوسه او بتقدر نقدر نشوفها، دائما بسالهم لما تطلع الدرج مين العضله اللي بترفع رجلك لفوق، بصفنوا بصيروا يحكوا بصيروا بدهم يفكروا انه مين هي العضله فعلا، لان هي عضله مش بنقدر نحسها موجوده ديب لجوا. فخلينا نحكي على ايش احسن طريقه نعمل لها ستريتشنج. هلا السوس ما دامها موجودة لهم بتعمل هيب فليكشن، بس برضه إلها دخل بالإكسترنال روتيشن أو اللاترال روتيشن للفيمر، وبرضه بتساعد باللاترال فليكشن بالسباين أو اللي هو سايد بند، يعني لما أطعج السباين لهون. أما الإلياكس موجودة من هنا تنزل للليسر تروكنتير فبتعمل هيب فليكشن مينلي، هاي أهم فانكشن لإلها. هلا في عضله ممكن الناس تتخربط فيها اللي هي سوس ماينر. سوس ماينر موجوده فوق السوس ميجر، الاوريجن تاعها من اعلى ب 1 فيرتبرا، بتبلش من التي 12 لل 4، بس الانسرشن تاعها ما بتخطى مفصل الهيب، بيجي على البلفس تحت هنا، فالوظيفه تاعتها بس هي بتشتغل بتساعد بالترنك فليكشن، فعشان هيك ما لها دخل بالهيب فليكشن، ما رح نحكي عنها بهذا الفيديو. فهلا صرنا عارفين شو هاي العضلات بتعمل، اكسترنال روتيشن هيب فليكشن وبتساعد بالسايد بند، معناته بدي اعمل بالضبط بالعكس عشان اعملها ستريتشنج. الهيب فليكشن اذا انا عم بحرك الفيمر راح تكون عم تعمل فليكشن للهيب بترفعها، بس بنفس الوقت ممكن يكون الهيب فليكشن عن طريقه البوست انتيرير تلت هون نفسها برضو ضيقة المسافة عم بتقرب البلفس بتلفه لقدام، برضو هاي هيب فليكشن اللي هي لما أطعج لقدام. مش ضروري أميل بكل جسمي، ممكن أخلي في عندي أوفر أرش بس يصير في عندي بلفك تلت. هاي واحدة من المشاكل اللي كتير كبيرة اللي بيواجهوها معظم الناس، لأنه الهيب فليكسرز من كتر القعدة بيصيروا تايت بيقصروا، فبيصيروا دائما بيسحبوا الهيب لقدام، فبيصير عندي اوفر ارتش بالظهر عشان تو كومبنسيت، ما اضل واقف مايل يضل عندي راسي ستريت، فبصير عندي الاوفر ارتش بالظهر. لازم اتخلص من الانتيرير بلفيك تلت بالرياضه بشكل عام عشان ما اذي حالي، خصوصا اذا في اوزان عم بستعملها. خلينا نرجع نشوف الستريتش كيف. راح انزل على لانج بوزيشن، راح اعمل ستريتش لهذا السايد. هلا بما اني انا بدي بانها هي مينلي هيب فليكشن، بدي اعمل انا هيب اكستنشن. هلا معظم الناس بينزلوا لتحت لهون وبيعملوا ستريتش، برضه هذا ستريتش غير كافي للهيب فليكسرز لانه ما عم بشغل كل العضله على كامل طولها، ف
فهلا اذا بكون انا عامل هون اوفر ارتش ومرخيين الجلوتس وبنزل لتحت رح اقدر انزل كتير. ليش؟ لاني طاعج اللمبر سباين. فبيسكلي اللي عم بيصير انه الستريتش عم بيبعد عن الهيب فلكسرز، عم بيروح على محلات تانية، عم بيروح على محلات زي الابز زي الكوادز. فلا انا بدي بما انها هي بتعمل اصلا بتعمل بيلفيك تلت، انا بدي انتيرير بيلفيك تلت، انا بدي اعمل بوستيرير بيلفيك تلت عن طريق اني اشد الجلوتس. لازم طول ما انا بدي اعمل ستريتش للهيب فلكسرز اكون شادد الجلوتس، فبشدهم كتير بنزل رح احس الستريتش بلش يصير بالهيب فلكسر بهاي المنطقه. هلا بدي تلاحظوا فرق اول اشي بين لما انزل كامل لتحت هون وانا راخي الجلوتس قديش بقدر انزل لتحت لاني ما عم بعمل ستريتش للهيب فلكسرز، بين لما اشد الجلوتس وانزل الرينج صار كتير اقل لانه العضله اقصر. هلا من هون ما خلص الستريتش، لسه ما اخذت بعين الاعتبار الانترنال روتيشن اللي بدي اعمله عشان هي بتعمل اكسترنال روتيشن ولا الترنك فليكشن. فممكن اني اطلع ركبي، اطلع الف الركبه شوي لبرا، اطلع الاجر لبرا واخلي الجلوتس مشدوده، بنفس الوقت بدي اميل بجسمي عكس اتجاهها، فهي بتعمل ترنك فليكشن على شوي دياجونال لقدام، انا بدي اعمل عكسها للجهه الثانيه سايد بند للجهه الثانيه مع شويه روتيشن. اذا نشوفها من قدام راح تكون بنفس الطريقه. اول اشي بدي اعمل posterior tilt، بشد الجلوتس بعدين بدخل لجوا بحاول اعملها stretch. هلا من هون بدي اعمل internal rotation، احاول قد ما بقدر اعمل، راح يكون اشي كتير بسيط، وبنفس الوقت بدي اميل diagonal لورا، بس اميل diagonal بكون متأكد اني عم بوصل ل longer heads او اللي اعلى من psoas major. هون بكون عم بعمل stretch لهم، بعدين برجع بعمل side التاني بنفس الطريقة. هيك بنكون تعلمنا كيف نعمل ستريتشنج للهيب فلكسرز. اذا عندكم اي سؤال اتركوا لي كومنتس على الفيديو تحت، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على القناه. بدي اشكر فاتن وجامب اكاديمي على استضافتهم لي بالسنتر، اللينك تاعهم موجود بالديسكربشن بلو مع السوشيال ميديا لينكس تبعتي.